بونسوار عليكم، عاملين ايه؟ النهارده الحلقه بتاعتي غير كل مره. انا نجوى ناجي وده ام العربية. النهارده هنتكلم على الطرق الغريبه لدفن الموتى في البلاد اللي بره. تعالوا نعرف اول طريقه ايه. اول حاجه سكان التبت الصينيه، دول بقى بيعملوا ايه؟ قطع يا ابني الجثه دي وهاتها لي عشان طالع بيها الجبل. جثة ايه اللي هنقطعها وجبل ايه اللي هنطلع فيه ده؟ هناك بقى بيقطعوا الجثة حتت وبيطلعوا على الجبل وبيرموا القطعة دي للطيور عشان تاكلها. تفتكروا قلبهم ضعيف قوي كده وبيحبوا الحيوانات عشان كده بيأكلوهم؟ ابسولوتلي. الموضوع مش كده خالص، بس هي دي عادات الدفن بتاعت سكان التبت. استنوا بقى اللي جاي اتقل. ورجعت لكم تاني انا وسكان استراليا. سكان استراليا بقى اللي بيتوفى عندهم بيحطوه على الشجر الكبير لغايه ما بيتحل الجسم كله وبيبقى عباره عن هيكل عظمي، وبياخدوا العظم ده يا سيدي بقى ويعلقوه عندهم في الحيطه. اما بقى في اندونيسيا لو اللي مات ده طفل صغير فبياخدوه وبيدفنوه جوه جذع الشجره. ورجعت لكم تاني انا وقبيله الساتي المتبعين للديانه الهندوسيه، دول بقى يا سيدي الست اللي بتموت جوزها بتحرق نفسها، نوع من انواع العقاب. تفتكروا يا جماعه ايه اللي قتلته؟ انا برضو شاكه في الموضوع ده. فاصل ونعود. اما بقى في غينيا والبرازيل فبتحصل حاجه غريبه قوي، بس يعني الايام دي بقت نادره شويه. تعرفوا بقى بيعملوا ايه هناك؟ دول بقى يا سيدي ولا بيطلعوا على شجر ولا بيطلعوا على جبال ولا بيقطعوا جثث ولا اي حاجه، دول بياكلوهم زي ما سمعتوا. بياكلوا الجثث عشان يتخلصوا منها، ولا يدفنوا ولا يتعبوا نفسهم خالص. حاولوا بقى ما تقربوش ناحيه غينيا والبرازيل. فاصل ونرجع لكم تاني. تعالوا بقى نشوف الفلبينيين والصينيين بيعملوا ايه. دول بقى بصراحة بيحترموا الميتين قوي، بيحطوهم في توابيت وبيعلقوهم على الجبال عشان الأموات دول يتجولوا في السماء براحتهم، الله يرحمهم. أما بقى في الدول الآسيوية زي الصين واليابان والهند فدول بقى بيحرقوا الجثة وبياخدوا الرماد بتاعها وبيشيلوه ويرموه يا إما في النهر يا إما في الغابة، ده على حسب ما المتوفي كان موصي. بيمشوا على وصية اللي توفي، والله العظيم ناس محترمة قوي يا خالي. اما بقى في قبيله التوراجا الاندونيسيه فدول بيعملوا حاجه غريبه قوي، لما الميت بتاعهم ده بيتوفى ما بيقتنعوش ابدا ان هو توفى، وبيفضلوا عايشين معاهم جوه البيت، ياكلوا ويشربوا ويناموا ويصحوا كل حاجه، والمتوفي ده قاعد جنبهم. يا حلاوه وانا عايش معاه ازاي ده؟ المهم دول بقى بيفضلوا محتفظين بالمتوفي ده جوه البيت من 5 شهور لعشر سنين. طب بالنسبة للريحة يا جماعة ايه الأخبار؟ لا مش عارفة بصراحة، دي ما لقيتش عنها معلومة خالص. المهم بعد 10 سنين بيبدأوا يقتنعوا ان المتوفي ده هو مش مريض ولا حاجة، ده مات، فبينقلوه أخيرا لكهف الأسرة. أما بقى في قبيلة بالي الأندونيسية فدول بيعملوا حاجة أنا عمري ما سمعتها قبل كده، الميت بياخدوه بيلبسوه أشيك حاجة عندهم، تخيلوا بيعملوا فيه ايه؟ بيربطوه في جذع شجرة كأنه قاعد على الأرض وساند ظهره على الشجرة، وبيفضل قاعد لغاية ما الحيوانات المفترسة تاكل لحمه كله ويبقى هيكل عظمي، والنمل والحشرات برضو ايه تنظف العظم، وبعد كده بيروحوا بيربطوا الهيكل العظمي ده في الشجرة اللي هو كان قاعد جنبها. يا سبحان الله، يعني أنا كل شجرة هعدي من جنبها هلاقي هيكل عظمي معاها. الحمد لله الحمد لله إن احنا بندفن الميتين، الحمد لله. تعالوا بقى نروح لشعب المارينا في مدغشقر، دول بقى الحمد لله بيدفنوا الموتى عادي جدا، بس بين شهر مايو وشهر سبتمبر بيطلعوا الجثث بتاعه الجدود والاباء عشان يغيروا الكفن بتاعهم ويلبسوهم لبس حلو قوي ويحضروا معاهم المناسبات اللي موجوده، يعني الميت عندهم بيدفن 9 شهور بس، و3 شهور بقى بيبقى قاعد معانا بره، يحضر بقى الافراح والمناسبات والحاجات الكتير بتاعتنا. بجد كل الطرق اللي انا قلتها دي كلها اغرب من بعضها، فاحنا الحمد لله احنا في نعمة عن اللي بيحصل بره. انا الحمد لله مش عايزة يا جماعة بعد ما اموت حد يربطني في جذع شجرة وياكلوني، مش عايزة، انا زي الفل هتدفن في بلدنا تحت الارض.
كنت معاكم انا نجوى ناجي، وده ام العريف. استنوني بقى الحلقه الجايه بحاجه جامده جدا. باي باي.